هذا وقد تمكنت الاجهزه الامنيه منذ عده ايام من تحقيق ضربه حاسمه لاحدى البؤر الاجراميه شديده الخطوره للاتجار بالمواد المخدره والاسلحه الناريه والذخائر غير المرخصه بنطاق محافظه مطروح، حيث تم ضبط كميه كبيره من المواد والاقراص المخدره بقيمه ماليه تقدر بحوالي 284 مليون جنيه، بما يشير الى ان ما تم ضبطه من مواد مخدره خلال تلك الفتره تقدر قيمتها الماليه قرابه ملياري جنيه